متابعينا الكرام، نبحر هنا في صدارة هذا الشوط مع المقدمة والمركز الأول والصدارة هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع الصدارة والمقدمة هنا، خيال من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن ميل لوهيبي على الصدارة وعلى المقدمة المرعوشة من تأتينا على المركز الثاني، المرعوشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الكابتن خليفة بن سالم بالصقع الغفري من يتابعها على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث هنا الانطلاق من لواحظ القادمة من هجن النايفات بقيادة سعيد بن مبارك لوهيبي من يتابعها على المركز الرابع في المركز الثالث هذه الانطلاقة الجميلة، بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا تأتي الباطنية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري وعلى المركز الخامس، المركز الخامس تأتي مهيضة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بمتابعة محمد بن سعيد بن حلوة وهملولة تنطلق هنا سادسا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي والشاهينية، هناك المنطلقة سابعا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وفي المركز الثامن تأتينا هنا أيضا الشايبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة في تضميرها تاسع المراكز مصيحة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي بهذه التحديات الجميلة، وعاشر مراكزنا تأتينا زعفرانة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير من يتابعها على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضاراتكم في أول ندى للمراكز العشرة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، خيال المنطلقة على الصدارة منطلقة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، هنا خيال لهجن الرئاسة بقيادة علي بن مي اللوهيبي من يتابعها على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وتأتي المرعوشة على المركز الثاني، المرعوشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا أيضا الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة لغفلي من يتابعها على المركز الثاني وثالث المراكز. تأتي لواحظ هذه الهجنة القادمة، هجنة النايفات القادمة من المملكة العربية السعودية، مرحبا بهذا الشعار وملاك هذا الشعار هنا في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المتميزة بقيادة سعيد بن مبارك لوهيبي من يتابعها على المركز الثالث في هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع، المركز الرابع هنا تأتينا هملولة على المركز الرابع، هملولة منطلقة رابعا من هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن مي اللوهيبي من يقدم لنا أيضا خيالي وهملولة في هذا الشوط في هذا المستوى الرائع الجميل. أما خامس مراكزنا، المركز الخامس العاصفة وهجنها قادمة على خامس المراكز بالشاهينية بقيادة المضمر غياث الهلالي من يتابعها على المركز الخامس، سادس المراكز كذلك الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة في هذا الانطلاق المميز الجميل، وعلى المركز السابع، سابع مراكزنا مهيضة تأتينا على المركز السابع، مهيضة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة لقتبي في التضمير والشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من يتابعها في هذه الانطلاقات والتحديات. تاسع مراكزنا تأتي الباطنية هنا لسمو
الموشق راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بمتابعة الخبير مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وعلى المركز العاشر مصيحة تاتينا في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا بهذه التحديات بهذه الانطلاقات المتميزة الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذه المسيرة وهذا التحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة بعد أن أنهينا العشرة المراكز الأولى والثاني ندى ومغادرتنا للأربعة وفي طريقنا إلى الثلاثة كيلومترات في هذا النقل العمان المميز الجميل هنا أيضا مع قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه التحديات المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. هناك خيال لا زالت على الصدارة، خيال على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي في هذه الانطلاقة المتميزة الجميلة. ومن الجانب الآخر لواحظ لواحظ وهجن النايفات هنا القادمة من المملكة العربية السعودية بهذا الأداء الجميل تأتي على المركز الثاني، عينها على الصدارة، عينها على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا التحدي الجميل بقيادة سعيد بن مبارك لوهيبي من يتابعها على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث هنا هملولة وهجن الرئاسة والظافر علي بن يمي اللوهيبي أيضا يتابعها، وصلت العاصفة وهجنها وشواهينها المنطلقة بثلاثية متميزة رابعا خامسا سادسا بقيادة غياث الهلالي. هنا من أبدع بثلاثة الأشواط الرئيسية في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعناها على أرضية هذا الميدان. سداسية سداسية تنطلق بهذا التحدي، سداسية جميلة في مسيرتنا ومسيرة هذا الأداء الجميل. نكتفي بالستة المراكز الأولى، ولكن المركز السابع هناك قادمة الباطنية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة الخبير مسري بن سالم بن عرطي الحميري، هي القادمة من هناك على المركز السابع وثامن المراكز مهيضة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. وتاسعا وعاشرا قادمات هناك أيضا بهذا التحدي. نبقى هنا، نبقى هنا يا أبو عدنان يا مخرجنا، هي المميز واثنين كيلومتر غادرناهن استرايت لاين إلى المنصات الرئيسية في هذا الأداء الجميل وخيال ولواحظ هنا على الصدارة، خيال ولواحظ في صراع مميز على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا لواحظ تسلل، لواحظ تنطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، لواحظ تنطلق بصدارة هذا الشوط، تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل، لواحظ من هجن النايفات بقيادة سعيد بن مبارك لوهيبي هنا بهذه التحديات الجميلة والإثارة. هنا المركز الثاني، المركز الثاني خيال، والمركز الثالث هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيب الشاهينية، من هجن العاصفة قادمة بقيادة غياث الهلالي. ولكن هنا 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 الانطلاق، هنا التحدي، هنا الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصدارة هذا الشوط. لواحظ المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة
سيطر على المقدمة على المركز الأول. لواحد تفتتح الكيلومتر الأخير من هجن النايفات بهذا الأداء المميز الجميل وبهذا الشعار المميز الجميل هنا بهذا الأداء الجميل شعار المملكة العربية السعودية هجن النايفات والقادمة من المملكة. مرحبا بهذا الشعار وملاك هذا الشعار المميز الجميل ومشاركته المتميزة على أرضية هذا الميدان. شكرا سعيد بن مبارك لويبي من يتابعها أيضا بالفوز وبالناموس. ها هي تنفرد بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول في هذا الأداء المميز الجميل. ما هي إلا لحظات وتصل إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس معلنة التحدي. ها هي تشاهدونها على الصدارة بدون أي منافس على الإطلاق بانفرادة جميلة وتحدي مميز جميل هو العصها قوس. هي تشاهدونها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تعلن الفوز وتعلن الناموس. تهانينا 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 لهجن النايفات على هذا الفوز المميز الجميل وفوز الواحد بالمركز الأول. تهانينا لسعيد بن مبارك رهيبي مضمر هجن النايفات. وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة من تأتينا في المركز الثاني مع علي بن ميل لوهيبي بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام تأتينا الشاهينية من هجن العاصفة قيادة غياث الهلالي على ثالث المراكز والمركز الرابع بهذا الانطلاق. هنا ايضا لحظة وصول شاهينية من هجن العاصفة التوقيت الزمني هنا والتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات هنا ولحظة الوصول 12 دقيقة 42 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الواحد من هجن النايفات بقيادة سعيد بن مبارك اللوهيبي. هانينا والناموس بينما المركز الثاني كان من نصيب هملولة من هجن العاصفة بقيادة المضمر علي بن يميل بهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل اللوهيبي. 12 دقيقة 49 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني بينما المركز الثالث كانت الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذا الانطلاق المميز الجميل هنا تأتينا بهذه الانطلاقة ب 12 دقيقة 59 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر وها هي الانطلاقة هنا لشوطنا إذن السادس مجموع الأشواط شوطنا السادس.